اهلا بحضراتكم مشاهدينا في حلقه جديده من برنامجكم مراسل النيل، لقاء جديد وموضوعات متنوعه مع مراسلينا هنبداها مع حضراتكم النهارده، وتجربه مسرحيه مختلفه بتعكس واقع حياه فئه للاسف ما اهتمش بيها الفن قبل كده، وما كانش دورهم غير مجرد دور ثانوي في اعمال فنيه، رغم ان عددهم في المجتمع بيصل لحوالي 5 مليون فئه كتب عليها او كتب عليها القدر الصمت، لكن عندهم قدرة مش عند حد، ولا قدرة السمع والكلام، لكن بيعيشوا بينا وبيتكلموا لغة مش بيفهمها حد غيرهم. إشارات الصم والبكم هي لغتهم اللي بيتواصلوا بيها، وقرروا إن هم يعبروا بيها عن حياتهم في عرض مسرحي بيعتبر الأول من نوعه في مصر. من مسرحية العطر إلى كنز ثمين عاد للحياة من جديد بعد إعادة افتتاح متحف ملاوي في محافظة المنيا، واللي تعرض من 3 سنين للسرقة والنهب بعد فض اعتصامي رابعة والنهضة. بيعد نهب المتحف أكبر عملية نهب متحفي حدثت في تاريخ مصر، وتاني عملية نهب بعد متحف بغداد أثناء الحرب الأمريكية على العراق. على مدار 3 سنين اللي فاتت استطاعت السلطات المصرية استعادة الجزء الأكبر من الآثار واللي نهبت من المتحف. أخيرا مشاهدينا هيكون مع تقرير مع هواية زراعة نبات الصبار، واللي ظلت لسنوات طويلة مقصورة على الطبقة الأرستقراطية في العالم، وكانت محط اهتمام نبلاء وأمراء العالم حتى عاشقها المستشار ثروت بدوي ونشرها في مصر بعد ما قام لمدة 3 شهور بتجميع نباتات الصبار من مختلف أنحاء العالم لينشئ أكبر مزرعة في الشرق الأوسط في زراعة الصبار. خلينا نروح للفاصل ده ونرجع نستكمل الحلقة مع حضراتكم. أول تقاريرنا مع حضراتكم هتكون مع تجربة جريئة من مسرح الطليعة بيقدم فيها عرض فني كل المشاركين في العمل بيناقشوا فيه شكل ساخر وهموم ومشاكل الصم والبكم. غالبية أبطال العرض ممن فقدوا القدرة على السمع أو الكلام، لتأتي مسرحية العطر لتزيح روائح المجتمع الكريهة واللي عكرت حياة الصم والبكم. استطاعوا من خلال عمل فني التعبير ببساطة وحرفية عن حياتهم وكمان أملهم. خلينا نروح مع بسمة الشاعر ونتعرف أكتر على أبطال مسرحية عطر. شباب إذا رأيتهم في شوارع مصر لن تتصور أنهم يعانون من أي مشكلة، هذا ما تعتقده أنت، ولكن هؤلاء الشباب أكبرهم القدر على الصمت، فهم لا يتكلمون ولا يسمعون. وبعد أن تجاهلهم المجتمع جاءت مسرحية العطر لتكون العمل الفني الأول الذي يتناول حياة الصم والبكم. احنا بنعرض مشاكل الصم بس بطريقة كوميدية شوية، ان الناس ما تعرفش الصم، احنا فئة مهمشة طبعا زي ما بيتقال علينا، لا لازم هم يعرفوا ان احنا مش مهمشين وان احنا مش معاقين، احنا بنفهم ونتعامل. الناس كل ما بتشوف الصم لا 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 ايه ده صم، اكيد من ضمن المعاقين، لا مش عايزينهم. بعد كده بعد ما بيشوفونا بنحرك مشاعرهم لغايه لدرجه ان هم لا 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 احنا عايزين نتعامل معاهم، احنا عايزينهم، بيتجننوا لغايه ما بيتعاملوا معانا ويتصوروا معانا ويتكلموا معانا. وان شاء الله هيبقى مش دي اول حاجه، لا في حاجات كتيره ان شاء الله هنعملها. عدد الصم والبكم في مصر يصل الى 5 ملايين، رقم صادم جدا بالنسبه للكثير. هذا الرقم الضخم أجبر المخرج محمد علام أن يبدأ في عمل يعرض مشاكلهم كافة من خلال فكرة درامية. ماشي في شارع ما كده في مصر يعني، فلقيت حد واقف بيتكلم فيديو كول مع حبيبته، فلقيته بيتكلم بالإيد، فعرفت أن دي اللغة بتاعته، فالموضوع استفزني جدا، فبدأت أعمل سيرش على جوجل وبدأت أعرف أن هم في مصر 5 مليون بني آدم، فقلت لا هنا لينا وقفة بقى نفهم مين دول، لأن أنا كنتش أعرفهم فعليا يعني، أسمع إن في صم وضعف سمع بس هما مين، ما عمري ما قابلت حد في الحياة. فقررت إن أنا أعمل قناة فضائية، فرحت لبعض المنتجين فهم خافوا من عملية الريسك،
قالوا لا ما نعرفش ممكن نخسر بتاع، فاحترمتهم. بعد كده قلت ابدا صغير وبعد كده ان شاء الله تكبر الموضوع يعني. فقلت ابدا بعرض مسرحي على مسرح الدوله، فكلمت استاذ فتوح احمد رئيس البيت الفني السابق، راجل وافق بمنتهى الصراحه اللي في الدنيا، قال لي انا معاك قلبا وقلبا. نفس الكلام استاذ احمد السيد مدير مسرح الطليعه، قال لي يلا المسرح تحت ايدك اعمل اللي انت عايزه. عملنا تجربه اسمها العطر، وسميناها العطر لان هم 5 مليون بني ادم واحنا 95 مليون. فدايما لما حد يمشي جنبك او وراكي او في اي حته وحاطط برفان لازع شويه او فج او بتاع، فانت بتبصي له يعني، بتضطري تعملي كده. هم بالظبط عباره عن عطر الخمسة مليون دول اللي احنا كل الناس عايزين نعمل لهم كده ليس اكتر. لغتهم لا يفهمها الا هم والقليل، مما جعل التواصل بينهم وبين المجتمع صعب جدا، اشبه من ان يكون مستحيلا. المشاكل اللي بتقابلني في الـ في الـ في الشارع، ان انا لما بمشي بكلم اي حد في الشارع، تاكسي او اي حد، بيفتكرني ان انا من اوروبا مش مصري اصلا، بيقول لي ايه هلو هاي انا مش فاهمك، وبيكلمني انجليزي زياده، بيكلمني انجليزي يا عم انا مصري انا عايش في مصر، وبرده هو مش فاهمني. فدي طبعا حاجه بتضايقني، ببقى في حاجات كتيره قوي انا مش عارفه اتواصل مع الناس. لما بروح ورق بروح اي جهه حكوميه بيبقى اطلع فوق مش فاهم، يودوني تحت، واروح يمين اروح شمال، بروح في اماكن كتير قوي لاني مش ببقى عارف اتواصل معاهم. طبعا كل ما اقابل واحد تاني في الاخر ممكن يكون واحد قاعد جنبي خالص هو اللي كان المفروض يخلص لي الورق، هو علشان انا صم برضه ما بعرفش اتواصل، هو ده اللي اكتر حاجه بتضايقني. مسرحية العطر هي المتنفس لهؤلاء الشباب الذين يعانون من الصم والبكم، يعبرون من خلالها عن مشاعرهم تجاه كل شيء يواجههم في وطنهم، وحتى يلتفت إليهم المسؤولون بالدولة. الصم مش قليلين، الصم كتير جدا، في الشغل على طول بنترفض عشان احنا صم، في كل حاجة على طول بنترفض عشان احنا صم. هم فاكرين ان احنا بس عشان ما بنتكلمش، مش مهم الكلام، المهم ان احنا مخنا ذكي وبنقدر ان احنا في اي شغل نقدر نسد فيه، مع التدريب مع في لعيب كورة، في سلة، في رياضات، ناس موهوبة. انا لازم ان الحكومة بس ان هي تبص لنا يعني. احنا عايزين يبقى في تواصل ما بين الفئة دي لان هم محتاجيننا جدا، وفي حاجات كتيرة بقى احنا بالمسج اللي احنا بنعملها بنقدمها من عطرية العرض، يبقى عندهم قناة تلفزيونية يقدروا يفهموا منها ويستعبوا برامج اعلاميين، مسلسلات كرتون، الحاجات دي، وحاجات كتيرة قوي يعني. كبني ادم عايش في بلد برضو من حقه ان هو ياخدها يعني. مسرحية العطر هي رسالة الى الجميع سواء الدولة ام المجتمع، بأن الصم والبكم بشر مثلنا ولديهم حق في أن يحيوا حياة كريمة، وأن يعترف المجتمع بوجودهم ويهتم بهم. هي حياة لم يختاروها، ولكنهم تكيفوا مع أوضاعهم من خلال الفن، فمسرحية العطر علها تنشر عبق معاناتهم في مجتمع الأصحاء في رسالة مفادها نحن هنا. لبرنامج مراسل النيل بسم الشاعر. بالفعل هم يثبتوا للمجتمع نحن هنا. طيب خلينا نروح للتقرير الثاني معانا. يعني الحقيقه بعد 3 سنين استغرقها اعاده تاهيل متحف ملاوي في محافظه المنيا ليعود مجددا لينا شاهد على ان مصر لم تستسلم لاي محاولات ارهابيه للنيل منها. وزاره الاثار اعادت افتتاح المتحف واللي انشئ في عهد الرئيس عبد الناصر سنه 1962، بيشتمل على اثار من مختلف العصور بتمثل تاريخ المدينه العريقة واللي كانت مسرح للحضارات الفرعونية وكمان الإغريقية والرومانية، حيث منطقة طون الجبل والأشمونين. مع افتتاح أو إعادة افتتاح المتحف تم تغيير سيناريو العرض الخاص بالمتحف ليسرد تفاصيل الحياة اليومية لأهالي المنيا، عاداتهم وتقاليدهم وكمان حرفهم، بالإضافة لتخصيص ورش لإحياء الحرف التراثية داخل المتحف لتعليم النسيج والسجاد علشان يخدم أهالي المنطقة المحيطة. أحمد رفعت مراسل وصلنا في المنيا وزيارة لمتحف ملو. انشئ متحف ملوي في يونيو عام 1962 بمحافظة المنيا في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، ويضم آثارا تمثل العصور المختلفة، وهو يتوسط مدينة ملوي التي تعد إحدى المناطق الأثرية الهامة في مصر، حيث كانت هذه المنطقة مسرحا للحضارات الفرعونية والإغريقية والرومانية. ففي منطقتي الأشمونين وتون الجبل ترك آباؤنا وأجدادنا آثارا باقية على مر العصور، واعتزازا بالماضي وأمجاده وحفاظا على هذا التراث تم افتتاح متحف آثار ملوي الإقليمي.
متحف الافتتاح الاول ليه كان في 1963 في عهد رئيس جمال عبد الناصر، وكان بيضم في الاول 1089 قطعه كانت موزعه في اربع قاعات، ثلاث قاعات في الدور الارضي وقاعه في الدور العلوي. وفي عام 2014 تم تطوير وتحديث متحف ملوي وإعادة افتتاحه ليواكب أنظمة العصر الحديث، كما تم إضافة بعض القطع الهامة التي تجسد الحياة المصرية القديمة. حضرتك شايف النهارده راجع أحسن من الأول الحمد لله، هي جهد مشترك بين وزارة الآثار ومحافظة المنيا والحكومة المصرية والحكومة الإيطالية، كلهم شاركوا مع بعض وبنرجع المتحف أحسن من الأول الحمد لله. يضم في قاعاته الأربعة الآثار المستخرجة من مناطق دون الجبل والأشمونين ومير، وليعتبر مرآة صادقة تعكس صورة ما كانت عليه هذه المنطقة في العصرين اليوناني والروماني. كانت أهم حاجة بتكمل بس الحياة بعد الموت، دي كانت بتشغل حاجة كبيرة قوي في حياتي والتفكير فيها، الإنسان بيعدلها إعداد جامد. دي أهم قطعة موجودة في المتحف، إحدى بنات إخناتون من عصر العمالقة، قطعة فريدة مش موجود زيها، تمثل بنت إخناتون وهي عارية ماسكة في إيدها التانية قرابين. أو العملات من الذهب أو من البرونز بترجع لبداية العصر اليوناني الروماني. برا الشخص اسمه التمثال بتاعه، الحذاء اللي كان بيستخدمه، المسند الرأس اللي كان بيوضع تحت في التابوت بتاعه، العين الحارسة، المراية، الأدوات اللي كان بيستخدمها في حياته اليومية من البرونز ومن الفخار، مجموعة العمال اللي كانت بتشتغل عنده بتوضح طريقة عمل الطوب والبناء، النبيت، العجين، مركب، البحارة اللي بيستخدموا اللي بيشتغلوا على المركب، ومجموعة التماثيل الأوشابتي اللي هي بتمثل الخدم اللي هيهدموه بعد ما يقوم في حياته الأخيرة، مجموعة المعبودات اللي كان بيعتقد بيها اللي بتمثل عنده، مجموعة أساطير هو بيعتقد بيها وبيؤمن بيها زي إزيد وأوزوريس، زي حورس، سخمت، باستت، كل دي كانت معبودات هو بيؤمن بيها. التوابيت اللي كانت بعد التطهير والتحنيط كان بيوضع المتوفي في احد التوابيت، كان في تابوت داخلي وتابوت خارجي، كان بيصنع من الخشب او من الحجر، كان بيرسم عليه مجموعه من الالهه، كان بيتحط على الموميا ماسك او قناع بيوضح ملامح المتوفي، بتترسم عليه مجموعه الالهه او المعتقدات اللي بيعرفها، وبعض الكتابات الهيروغليفية اللي بتوضح اسمه وظيفته الدعاء ليه في العالم العربي. فتيلة من العصر الإسلامي بتوضح بعض الأواني من المعدن اللي بتوضح الزخارف الإسلامية، المصحف مكتوب بخط الإيد من العصر العثماني، العصر اليوناني الروماني بما كان يميزه من زخارف جميلة وألوان زاهية، بعض الأواني اللي كانت بتستخدم في العصر دوت، تماثيل التراكوتا، بعض الماسكات اللي كانت بتبين شكل الناس او طرق تصريف الشعر في وقت ما. هكذا نجح المصري القديم ان يرسم صوره واقعيه لحياته فلدها التاريخ وحفظها المصريون عبر العصور المتعدده. من متحف ملوي احييكم احمد رفعت. من الصورة التي خلدها التاريخ من متحف ملاوي بمحافظة المنيا هنروح مع حضراتكم لتقريرنا الثالث، هيكون من أو مع موضوع نبات الصبار. ونبات الصبار زي ما احنا عارفين من النباتات اللي فضلت مجهولة لسنوات طويلة حتى اكتشف الرحالة والعلماء أصناف كتير منها ليصبح له هواة بيحرصوا على اقتنائه وكمان جمعه، من بينهم بطل تقريرنا القادم المستشار ثروت بدوي واللي جمع بذور النبات من مختلف أنحاء العالم ليعلن قبل 15 سنة مولد أول مزرعة صبار متخصصة في هذا النبات. بتشاركوا في هذه المزرعة زوجته وعائلته هذا العشق حتى تم تلقيبهما بعاشق الصبار وسيدة الصبار الأولى. نجحت المزرعة بعد تجارب عديدة في إنبات بذور هذا النبات واللي ظل لغز لسنوات طويلة ليتحول من مجرد نبات للمقابر إلى عالم من الفن والجمال. نتابع. أهلا
أهلا بكم في عالم الصبار، معا نتقاسم البهجة في جولة نطوي من خلالها مفهوما يربط هذا النبات بالمقابر لنثبت أنه خلق للزينة والحياة. هنا في قرية طحنوب التابعة لمركز شبين القناطر في القليوبية تبوح الطبيعة بأسرارها في أكبر مزرعة للصبار في الشرق الأوسط. تحتوي تقريبا على نصف المكتشف العالمي من العائلات الصبارية التي تتجاوز 25,000 نوع. مزرعة عمرها يقرب من 35 سنة، فيها ما يقرب من نص المكتشف العالمي اللي هو 12,000 نوع من الصبار، لأن المكتشف العالمي 25,000 نوع. فمفيش مزرعة على مستوى الشرق الأوسط قدرت تجمع الرقم اللي هو 12,000 نوع. ومن أهم أقسام المزرعة قسم الإكثار والإنتاج، وقسم آخر هو الصبار المطعم، وهو المزج بين نوعين ليصبح نباتا واحدا ما يعطي ثراء في اللون والنوع. باخد النبات اللي تحت ده زي الأساس كده، وبجيب نبات تاني بطعمه عليه، بقطع الجزء اللي تحت من هنا وبقطع الجزء اللي تحت من هنا وابدا اركب النباتين على بعض. طبعا النبات اللي تحت النمو بتاعه هيقف على كده، ويبدا النبات التاني بيتغذى منه، بياخد الغذاء منه ويبدا يشتغل ويديني التزهير ويدي الشكل الجمالي ان كان بقى بالوانه الاحمر الاصفر. المهندس وليد درس في كلية الزراعة لارتباطه بما نشأ عليه، ويعتبر نفسه امتدادا لوالده رجل القانون المستشار ثروت بدوي القاضي الذي وهب الصبار رحيق حياته، فوهبه الصبار لقب العاشق وكشف له عن أسراره. أنا قصتي مع الجمال ارتبطت بالصبار، لأن شفت في الصبار صنوف من الجمال يصعب تماما أن تتخيلها في أمور أخرى. تمام، عشان كده ارتبطنا بهذا العلم وبهذا الجمال من حوالي 35 سنة، ونقدر نقول يعني وهبنا له قدر كبير جدا جدا من حياتنا، اعتبرناها قضية. كل قطعة أنا ربيتها وكل صنف أنا جلبته له معايا تاريخ وله معايا ارتباط خاص، لأن احنا العلاقة اللي بيننا علاقة حب مجنون، يعني ربطة ماهيش عادية بيننا وبين نباتات الصبار، احنا والأسرة والمدام والأولاد بنحب الصبار بجنون، وضحينا عشانه كتير جدا وصبرنا كتير عشان نعمل الشغل اللي حضراتكم شايفينه ده. ويقول بدوي إن جمال الصبار أخذه من الأرض ليحلق به عاليا في سماوات العشق، بعدما تحولت الهواية إلى هوس بجمع أنواعه من موطنها في كل بقاع الأرض. أمريكا اللاتينية دي الأساس، ثم في بعض الأصناف تلاقي موطنها شرق آسيا، في بعض الأصناف تلاقي في منطقة القرن الإفريقي، لكن مش نقدر نقول فيه، إنما مش بالشكل اللي هو مش زي المكسيك مثلا. إن الصبار شدني، إنما هقول أنا اللي تشدت للصبار، لأن جمال الصبار أقوى وأعلى وأسمى من أن يقاوم. مع قدر بسيط كده من الاستعداد الفني جوه أي إنسان يشوف الصبار يحصل له حالة هوس، يحصل ارتباط غير عادي مع النباتات في أشكالها وفي نماذجها، وخلاص يعني يحس إنه هو بقى الحاجة دي بقت جزء منه وهو بقى جزء منها، وده اللي حصل معانا على مدار الـ 34-35 سنة اللي فاتوا. وتتحدد أسعار نباتات الصبار بحسب نضرتها ومستويات نموها فضلا عن العمر الذي قد يمتد لعقود، وتتراوح ما بين 5 جنيهات و60,000 جنيه أو أكثر. ويضرب المثل بنبات الصبار في تحمل العطش والجفاف
كما ينتج بعض نبات الصبار ثمارا مثل التين الشوكية، والبعض الآخر من نبات الصبار تنمو له أزهار. نباتات القبور إذن تحولت إلى منافس قوي للزهور، ونحن لا نملك في حضرة الجمال إلا أن نقول سبحان الله. دائما ما يرتبط الصبار بالطعم المر، لكن هذه المزرعة تكشف لنا عن عاشق أدركه سحر الصبار بعدما ذاق من جماله حلاوة لا يدركها سوى من بالعشق اكتوى، من أكبر مزرعة للصبار في الشرق الأوسط في قرية طحنوب. محمود العزالي لبرنامج مراسل النيل. بالفعل هو مذاق لا يدركه إلا من بالعشق ارتوى. دي كانت حلقتنا النهاردة مشاهدينا من مراسل النيل، خليكم معانا واستنونا الأسبوع الجاي وحلقة جديدة من مراسل النيل. إلى اللقاء.